السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات علوم الحياة والأرض. في هذا الفيديو سنرى في نموذج للفرد المحروس رقم 1 من الدورة الأولى الخاص بالمستوى سنة الثالثة إعدادي. بالنسبة لهذا الفرد كما نعلم فهو مجزأ إلى مكونين. بالنسبة للمكون الأول استرداد المعارف، فسنرى كذلك أنه مقسم إلى تمارين، ونبدأ بالتمرين الأول. في التمرين الأول مطلوب منا أجب بصحيح أم خطأ على الاقتراحات التالية مع تصحيح الخاطئ منها. على العبارة الأولى، الفاقة الغذائية مرض ناتج عن عدوى بسبب جرثوم ممرض، هل صحيح أم خطأ؟ الامتصاص هو انتقال نواتج الهضم من جوف المعي الدقيق إلى الدم، كذلك صحيح أم خطأ؟ تبتدئ عملية هضم البروتينات انطلاقا من الفم، ونستعمل الماء اليودي للكشف عن البروتينات، صحيح أم خطأ؟ إذا بالنسبة للعبارة أو للتمرين الثاني عفوا، فمطلوب منا إتمام النص التالي بالعبارات التالية. إذا العبارات اللي عندنا كيميائي الفم، النشا جليكوز، النشاوات مالتوز. على مستوى فراغ يعمل اللعاب على تحويل جزيئة فراغ، جزيئة سكرية ضخمة إلى جزيئة فراغ، جزيئة سكر بسيط. إنه هضم فراغ، يتم هذا التحول بفعل أنزيم هضمي نوعي يسمى فراغ. إحنا اللي مطلوب منا هو نأخذ هذه العبارات ونضعهم في هذه الفراغات حسب السياق وحسب المعنى. صل بسهم في التمرين الثالث، كل عبارة في المجموعة الأولى مع ما يناسبها مع المجموعة الثانية. إذا عبارات المجموعة الأولى الفيتامينات، الدهنيات، البروتينات. المجموعة الثانية غذاء طاقي، غذاء واقي، وغذاء داني أو غذاء بنائي. بالنسبة للتمرين الرابع مطلوب منا تحديد الجواب الصحيح من بين الاقتراحات التالية: داء الحفر مرض ناتج عن نقص في ماء اليود، الفيتامين سي، الفيتامين دي أو نقص في أملاح الكالسيوم، نقص في الفيتامين أ. إذن هناك يعني أحد الأجوبة هو الصحيح بالنسبة لهذه العبارة. بالنسبة للعبارة الثانية، جفاف العين مرض ناتج عن عوز في مادة اليود، الفيتامين سي، الفيتامين دي أو نقص في أملاح الكالسيوم، نقص في الفيتامين أ. إذن نكمل باقي مكونات الفرد، أو باقي يعني بالنسبة للمكون الثاني، ثم نعود إلى التصحيح. بالنسبة للمكون الثاني الاستدلال العلمي والتواصل البياني والكتابي، سنقسمه بدوره إلى تمارين، ونبدأ بالتمرين الأول. للتعرف على دور الأنزيمات الهضمية نحضر 3 أنابيب اختبار، ووضعنا في كل أنبوب زلال البيض، زيت الزيتون والنشا، ثم أضفنا لكل أنبوب أنزيم مختلف، فحصلنا على النتائج الملخصة في الجدول. إذا بالنسبة للأنبوب رقم 1 وضعنا فيه أنزيم الليباز، النتيجة المحصل عليها بقى نسبة الزلال والنشا ثابتة. بالإضافة إلى هذه النتيجة الأولى، انخفاض نسبة زيت الزيتون، ظهور أحماض دهنية وجليسيرول. الأنبوب الثاني وضعنا أو أضفنا إليه إلى المحتوى ديالو أضفنا البروتياز، فكانت النتيجة بقى نسبة زيت الزيتون والنشا ثابتة، انخفاض نسبة زلال البيض، وظهور أحماض أمينية. بالنسبة للجواب أو عفوا الأنبوب الثالث، أضفنا إليه النشواز اللعابي، فلاحظنا بقاء نسبة الزلال وزيت الزيتون ثابتة مع تسجيل انخفاض في نسبة النشا وظهور المالتوز والجليكوز. كسؤال انطلاقا من هذا الجدول، سؤال أول، تعرف نوع الهضم الذي تبرزه التجربة، هل هو هضم كيميائي أم ميكانيكي؟ مهم غير كإشارة فقط. من خلال التجربة حدد مصدر أحماض الدهنية والجليسيرول لأنهما التي ظهرت، أحماض أمينية والمالتوز والجليكوز، شنو هو المصدر ديالو؟ تتم للتمرين لمعرفة مصير الأحماض الأمينية داخل الأنبوب الهضمي، تم قياس نسبة الأحماض الأمينية على طول المعي الدقيق، فحصلنا على النتائج المبينة في المبيان التالي. إذن المبيان فهو يمثل نسبة الأحماض الأمينية داخل المعي الدقيق يعني بالمسافة، كلما يعني من بداية المعي الدقيق إلى نهايته نلاحظ تغير الأحماض الأمينية. إذا مطلوب منا كسؤال، املأ الجدول التالي اعتمادا على الوثيقة أو وثيقة المبيان. في المسافة عند بداية الدقيق عند بداية المعي الدقيق بصفر سنتيمتر كم كانت نسبة الأحماض الأمينية، وعند 100 سنتيمتر كم كانت نسبة الأحماض الأمينية، وعند 250
سنتيمتر كم أصبحت نسبة الأحماض الأمينية؟ إذن نعتمد في ملء الجدول على هذا المبيان. صف كيف تتغير نسبة الأحماض الأمينية على طول المعي الدقيق. عندنا تغير ديال الأحماض الأمينية، كيف هو هذا التغير؟ هل هو تناقصي، ثابت أم تزايدي؟ استنتج مصير الأحماض الأمينية الناتجة عن هضم البروتيداز، يعني داخل المعي الدقيق، ما هو مصير الأحماض الأمينية الناتجة عن هضم البروتينات؟ نمر إلى التمرين الثاني من المكون الثاني، بحيث نقوم بتغذية مجموعتين من الفئران، مجموعة ألف والمجموعة باء، بحيث نقوم بأخذ وزنها بصفة منتظمة. في نفس الوقت نقوم بتغذية هذه الفئران وكنقيس الوزن ديالها بشكل منتظم. نقدم للمجموعة ألف باش كنغذيوها حبوب الذرة اللي كتحتوي على 9% من البروتيدات، ونقدم للمجموعة باء حبوب الصوجة التي تحتوي على 38% من البروتيدات. الرسم البياني جانبه يظهر تغيرات أوزان المجموعتين بالجرام بدلالة الزمن أي بالأيام. إذن تغير كل من وزن مجموعة الفئران باء ومجموعة الفئران ألف بدلالة الزمن، مع العلم أن طريقة التغذية أو المواد اللي كنغذيو بها هذه الفئران فهي مختلفة. سؤال أول، قارن المنحنيين الخاصين بكل من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. إذن هذا التغير في الوزن ممتنا بهذه المنحنيات، خصكم أنتم ديروا لنا مقارنة. من خلال المقارنة استنتج الدور الذي تلعبه البروتيدات في الجسم. وهذا غادي يكون يعني آخر سؤال في الفرد، وبالتالي خصنا الآن نرجع إلى التصحيح. إذن للإجابة على هذه الأسئلة فكنطلب منكم فقط قراءة الأسئلة بشكل يعني صحيح، ونقرأ ونحاول يعني كل عبارة نجاوب عليها، ما نتسرعوش. ندوزو الآن إلى التصحيح. بالنسبة للتمرين الأول، يعني سؤالي الأجب بصحيح أم خطأ بالنسبة لكل عبارة، الفاقة الغذائية مرض ناتج عن عدوى بسبب جرثوم ممرض، هل هي العبارة صحيحة أم خاطئة؟ بالفعل فهي عبارة خاطئة، لأن الفاقة الغذائية هي مرض ناتج عن نقص في بعض الأغذية البسيطة. إذن التصحيح هو هذا اللي كتبناه هنا بالأحمر. الامتصاص هو انتقال نواتج الهضم من جوف المعي الدقيق إلى الدم، عبارة صحيحة. تبتدئ عملية هضم البروتينات انطلاقا من الفم، خاطئة، بل تبتدئ عملية هضم البروتينات انطلاقا من المعدة. نستعمل الماء اليودي للكشف عن البروتينات، خطأ، عفوا، بل الصحيح نستعمل الماء اليودي للكشف عن النشا، وهذا الشيء شفناه في الدرس. سؤال أو التمرين الثاني، على مستوى الفم يعمل اللعاب على تحويل جزيئة النشا اللي هي جزيئة سكرية ضخمة إلى جزيئة جليكوز اللي هي جزيئة سكر بسيطة. إنه هضم كيميائي يتم هذا التحول بفعل أنزيم هضمي نوعي يسمى النشواز. بالنسبة للتمرين الثالث اللي مطلوب من نصل بسهم كل عناصر مجموعة مع العناصر الأخرى، الفيتامينات هي غذاء وقائي أو واقي، الدهنيات هي عبارة عن غذاء باقي، بينما البروتينات فهي غذاء باني أو غذاء بنائي، يعني يبني الجسم. التمرين الأخير في المكون الأول، حدد الجواب الصحيح من بين الاقتراحات. داء الحفر مرض ناتج عن نقص في الفيتامين سي. جفاف العين مرض ناتج عن عوز في نقص في فيتامين أ، يعني عندنا نقص فيتامين أ كينتج عليه داء العوز، وبالنسبة لداء الحفر فينتج عن نقص في فيتامين سي. نمر الآن إلى أسئلة المكون الثاني. إذن أعطيناكم هذه الثلاث تجارب، في كل أنبوب وضعنا واحد كل من زلال البيض والزيتون والنشا، وكل مرة نضيف أحد هذه الأنابيب واحد الأنزيم. أضفنا في الأول الليباز وأعطتنا هذه النتائج، ثم في الأنبوب الثاني أضفنا أنزيم البروتياز وأعطتنا هذه النتائج، وفي الأنبوب الثالث أضفنا النشواز اللعابي. إذن كسؤال، تعرف نوع الهضم الذي تبرزه التجربة. إذن بما أن عندنا تفاعل الأنزيمات مع عناصر كيميائية غذائية فهو عبارة عن هضم كيميائي. من خلال التجربة حدد مصدر الأحماض الأمينية، مصدرها هو زيت الزيتون، الأحماض الأمينية مصدرها زلال البيض والمالتوز
فمصدره النشا، بالإضافة إلى الجليكوز والمالتوز فمصدرهما النشا. لمعرفة مصير الأحماض الأمينية داخل الأنبوب، قلنا غادي نقوم بالقياس ديال تطور نسبة الأحماض الأمينية على مستوى الأنبوب. طلبنا منكم ملء يعني الجدول. ففي صفر في بداية يعني في صفر سنتيمتر في البداية، فكان يعني نسبة الأحماض الأمينية 100%. بالنسبة لي عند المسافة 100 سنتيمتر، فنقوم بإسقاط المسافة 100 على هذا المنحنى، تقريبا كتعطيه لنا 60% من الأحماض الأمينية. بينما في المسافة ديال 250 سنتيمتر أصبحت نسبة الأحماض الأمينية 0%. صف الآن تغير نسبة الأحماض الأمينية على طول المعي الدقيق، يكون تركيز الأحماض الأمينية مستقرا خلال المسافة الأولى يعني 30 سنتيمتر الأولى، ثم يتناقص بعد ذلك تدريجيا إلى أن يختفي يعني ينعدم يصبح يساوي صفر في بعد 200 سنتيمتر. إذا ما هو مصير الأحماض الأمينية والبروتيدات، عفوا الأحماض الأمينية الناتجة عن هضم البروتيدات؟ مصيرها هو الامتصاص على مستوى الماء الدقيق من طرف واحد البنيات تعرفنا عليهم في الدرس اللي هما الخملات المعوية. بالنسبة للتمرين الموالي، مطلوب منا السؤال الأول: قارن المنحنيين الخاصين بكل مجموعة يعني المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. بالنسبة للمجموعة مجموعة الفئران باء فقد عرفت نموا طبيعيا إذ انتقلت كتلتها من 20 جرام إلى 70 جرام خلال 30 يوما. بالنسبة للمجموعة الفئران ألف التي خضعت لتغذية بالحبوب ديال الذرة فقد عرفت نموا طبيعيا ما بين في الأول يعني ما بين تقريبا العشرة الأيام الأولى ما بين 5 و10 أيام، ثم بعد ذلك انخفضت كتلتها بشكل كبير حيث بلغت أقل من 10 كيلوغرام في نهاية الشهر. من خلال المقارنة استنتج أن البروتيدات ضرورية للنمو بصفة عامة لكونها غذاء بنائي. إذا تلاحظوا أن الحبوب الذرة تحتوي غير على 9% من البروتينات، وبالتالي النمو ديال الفئران كان ضعيف مقارنة مع الصوجة اللي كانت كتغذى عليها الفئران باء تحتوي على 38% من البروتيدات، النمو ديالها كان طبيعي وبشكل تزايدي. إذا شنو الدور ديال البروتينات؟ هي عبارة عن أغذية بنائية للجسم. إذا بهذا غادي نكونوا أتممنا هذا الفيديو، أتمنى لكم التوفيق.